السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم المهندس عبد الله موسى. إن شاء الله راح اليوم راح نكمل مع الحلقة الرابعة إن شاء الله مع البي اف سنس. طبعا الحلقة هاي راح نشرح إن شاء الله عن ال 7 ليميتر اند بروكسي لاير 7. طبعا كيف أنا بدي أعمل تحديد عن طريق لاير 7؟ شو يعني لاير 7؟ طبعا إذا بنلاحظ شغلة هي، خلينا نفتح أول شيء على السيرفر. السيرفر شغال تمام. بي اف سنس، لا احنا نفوت على اثنين. تمام، فتح. تأكد السيرفر شغال. مش شغال. تمام، تأكد. في مشكلة في الاي بي كونكتد، ما اخذ رقم غلط، مش مرضى ياخذ اي بي الجهاز يعني. طيب نعمل سي ام دي اي بي كونفيج ريليز. ايش يو؟ ايش في مشكلة بال في شغله؟ ليش هذا ياخذ اي بي الجهاز؟ كونفليكت سيم اي بي. انا عملته مانيوال. صح، مانيوال. ما بدي مانيوال، انه في كونفليكت. هاي اخذ نتورك. تمام، قلت لي على واحد هذا مشتغل. هاي اشتغل مباشر من بي اف سنس. تمام، طبعا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد. هاي الشغلات نشيها بعدين بورجيكم اياها. ما كان هيك عندنا النظام. انا لعبت شوي في النظام قبل ما اسجل الفيديو. احنا نحكي على لاير 7. طب انا بدي اورجيكم شغله. انا بدي اعمل تحديد للداونلود. بدي احدد مثلا انه اليوتيوب، مثلا بدي احدد اليوتيوب، انه الواحد لما يجي يفتح اليوتيوب مثلا. هون مثلا عندي سرعه عاليه، انا بديش مثلا بجوز اول بحضر اول كلمتين منه، مثلا بحضر مثلا بتلاقي سحب كامل هون. صار لك كيف سريع. طب انا بجوز بدي اطلع هون، هي نزلها شايف، بدي اوقف مثلا. واحد بده يعمل شغله، طب هذا كله بنزله. فإذا كانت عندك السرعة أسرع بتلاقي ينزله كله. طب بديش أنا بدي أعمل تحديد معين بس لوين؟ لليوتيوب. هذا اسمه لير، يعني ما بقدر أميز في الأخير. هو HTTP كله بيشتغل على بورت 80. طبعا احنا اشتغلنا على لاير OSI layers. تقدر تكتب الشرح انت بتفهم شو يعني اللاير. هاي لاير هون مثلا، هاي هيك. طبعا احنا هون شايف هاي الليرات عندنا. احنا بنشتغل على هذا اللير اللي هو 7. انا بقدر احضر بس برنامج تطبيق ابلكيشن. هون بقدر احضر بورد. طبعا الابلكيشن مربوط دائما في بورد، بس في ابلكيشنز مش مربوطه في بورد. يعني كيف مثلا ال HTTP بتحضر عليه انت نفسه، بتحضر عليه يوتيوب، بتقدر تستخدم مثلا للبرمجه، بتقدر كل شيء HTTP. في شغلات كتير يعني تقدر تستخدم على HTTP. الفيديو، الصوت، بتحضر مثلا ميوزك، كلها طبعا بتحضر في مواقع تانية بتحضرها. بدك تحضر مثلا، انا بدي احضر مثلا التورنت. انا بستخدم اكثر شيء للتورنت. بدك تستخدمه، انا بدي احضر التورنت. طب التورنت، طب انا اذا بدي اجي على البورد تبعه، باجي انا كل برنامج بستخدم بورد مثلا، باجي هون تورنت بورد. طب انا شو بعرفني كل جهاز مثلا هذا له بورد وات بورد مثلا يوزنج تورنت. تيجي هون، طبعا كل برنامج في عندك بلاو برامج تورنت. تورنت بروجرام او سوفت وير. سوفت وير يعني بيجي هون بقول لك اشي، بيعطيك رينج من هون لهون. اشي بقول لك هاي هون مثلا بيعطيك ISP بيحضر هاللول. في عندك ذا بيست تورنت. طبعا كل برنامج بيعطيك. طبعا لو تجرب هون بجوز ما يزبطش، بس انا ليش اغلب حالي دائما اشتغل على بورتات ما دام ايش عندي شغل جاهز اسمه لاير 7. بس بقول مثلا بديش تورنت، بخفض لي التورنت مثلا، احذف لي التورنت، احذف لي التورنت. فانا بشتغل على لاير 7. هاي ميزه حلوه كثير. ننطبق انا وياكم. نيجي هون على ترافيك شيبر. في عندك لاير 7 تقدر تعمل مانيوال، بس انا ما بحب هاي الطريقه، مش راح تزبط كثير. بشتغل على الويزرد. طبعا هون بعطيك خيارات انه سنجل، مالتي وان. طبعا في عندك اكثر من مصدر نت. انا بحكي دبليكيشن لاين خلص، يعني واحد 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 لان عندنا، واحد وان لان وان. طبعا هون انواع الكيو، طبعا هاي متقدمه ان شاء الله بفيديوهات ثانيه بشرح لكم اياها. هون عندك السرعه، حدد لي السرعه اللي عندك. انا عندي تقريبا ابلود هالكود عشان طبعا راح نستخدمها. وعندي الداونلود خليه 80 مثلا.
انا عندي نيكست ترافيك شيفر. اذا في عندك فويس اوفر اي بي بدك بس انيبل تحدد انت الابلود والداونلود تبعه والاي بي تبعه. مثلا انت بتقدر تحمل ال ريموت سيب ترانك. خلص ما بلزمش هذا الحكي، ما بلزمناش طبعا. اللي بلزم بحط له للشركات طبعا. هون اذا بدي امنع جهاز معين، مثلا انا بعرف انه هذا الزلمه عندي جهاز مثلا 192 168 22 مثلا، هذا الزلمه كثير بنزل، بقدر احضر له نسبه حتى لو ما كانش حدا على الانترنت، بعطيه مثلا نسبه 10% ينزل بس مثلا، او 20% 1 ميجا بس يضل عنده صراحه. ما بحب هذا الخيار. نقدر احنا نعمله اصلا عن طريق هي انا البي بي تو بوينت اللي هو ايش التورنت. لازم اعمل له يس، طبعا بجوز يكون مخفي هون، بتعمل له مره هيك مرتين بزبط. وين انيبل اور ترافيك اوف كذا، انا بحكي له كله يعني قديش بدي نسبه الباندويث تبعه 10%. طبعا بحددهم جميعهم يعني كل هذه البرامج بيستخدموا ايش بوينت بهذا بالتورنت. ابصر شو بعرف ندلول كذا كله بتقدر تشوفه. اي مش طبعا اذا بتعرفش انت بروتوكول معين، مثلا هذا اي مش بروتوكول اون بورد، تيجي تكتب مثلا اي مش بروتوكول اون بورد تبحث شوف شو هذا اي مش ميديا اند فايل كذا تسع لانجوج ميديا معينه. خلص ما بيلزمنا هاي، ما بنستخدمه يعني، اللي بيستخدمه بقدر يعمله. ونكست عندنا هون جيم اللي عندك في الشبكه، جيم مثلا بيلعبوا والله شيرينج، بدك تحدد لهم السرعه طبعا ايش ريز يعني بزيد لهم الاولويه طبعا. هذول اللي بيلعبوا بيعطيه شو بحكي لك هون، اذا بدك تعمل انيبل بكل ريز البريوريتي اوف جيمنج ترافيك تو هاير ذان موست ترافيك، يعني بعطيه أولوية. مثلا إذا عندك واحد بيفتح نت واحد بيلعب لعبة، مين بصير الأولوية؟ للي بيلعب لعبة. ما بيلزم هذا الحكي. طبعا أنت عندك الإنترنت فعليا السلك قديش بوصل هون؟ لما تيجي أنت على 192 أنت عندك لازم يكون هون معطيك، لما تيجي إنترفيس تقدر تشوف مواصفات إنترفيس، شايف تكبس عليها أب 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 مثلا هون قديش بسحب. لازم يكون كاتب لك فل دوبلكس، طبعا في الحقيقة بكتب لك فل دوبلكس يعني 100 ميجا، ولا أنت حاط مثلا الوايرلس حاطه مثلا هون فايبر، بعطيك انه قديش بتحمل. طيب الناس هاي الالعاب ما بتلزمني. هون لور بريورتي اذر، هدول مثلا تقدر انت تحدد بالضبط لور بريورتي. يعني انا بدي هدول خلي معدل ديفولت، مثلا بدي ستيم فيديو هيو مثلا اليوتيوب. طبعا هذا الحكي لا احب انك تعمل له بريورتي، يعني الاخير الواحد لما تاخذ من عندك نكس يعني في الاخير بده يحضر يوتيوب، يعني الناس عايش تفتح على الفيسبوك على اليوتيوب على هيك شغلات يعني. اما تيجي توقف اليوتيوب مثلا ما بلزمش، او تخفض لي يعني انا بدقيق السرعه عند واحد مثلا، دقيق السرعه جهازي بروحش على سبيد تست بلزمنيش، بفتح على اليوتيوب مثلا اشوف سريع النت عنده ولا فيش سريع، بفتح على اليوتيوب بفتح مثلا والله فتح بسرعه ما فتحش بسرعه، حاليا النت بطيء عندي شايف، فهاي مأساة يعني. هاي انا لا افضلها، خلاص خلي كله ديفولت. طبعا انت بتقدر تلعب وتجرب، وطبعا انت لك الخيار انك تعمل اللي بدك اياه. وفينش متأكد. طبعا في اعدادات متقدمة كيو بسموها هاي، طبعا ان شاء الله اذا في مجال راح اشرحها، بس هاي متقدمة جدا تمام. بتيجي هون على الـ احنا نعمل هاي الرول الفلود هون، طلع هون هاي عمل لك هون ايش عمل لك، هو عمل عبورتات معين هو شايف ممتاز، هو شايف شايف البورتات تقدر تعملها مانيوال، هو حدد لك كل البورتات. انا ولا بتغلب ولا اشي، بس انا حاليا بدي اجرب هاي اللان وهاي الوان، بس شفت صار بطيء اللي هو بحمل. طب احنا بنجرب قبل ما اعمل هذا الحكي، بدي اعمل رموف ولا اخليها خليها، طيب خليها عشان اجرب. انا كنت مجرب جبت بدك تنزل انت تورنت مثلا، نزلت ملف تورنت سريع عشان اتاكد انه باخذ السرعه ولا لا. طبعا احنا 10% من 8 ميجا راح يطلع تقريبا عندنا 1 ميجا تقريبا تقريبا. هي هذا انا نزلته تورنت قبل فتره وسريع، مثلا لما اشغله قديش راح يوصل معنا. طيب هاي ماشي 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 بطيء راح يكون طبعا عندي، هذا طبعا بدون الترافيك راح يوصل 200 300. قديش اخر المجال راح يوصل معنا نشوف. يلا 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 طلع شايفين ثبت على 40 صار ينزل. طيب بدي ألغيه، أعمل ريموف شيبر ادمن بي اف سينس، حذفه ولا ما حذفوش؟ تأكد
شيفر ريموف الجهاز صار تقيل تشينج. نشوف هاي بلش يطلع، شايفين بلش يطلع بلش يطلع. ها بترد ارجعه على السريع على ويزارد. خيار بسرعة واحد، هو كل نفس الخيارات، بس اذا بتلاحظوا الجهاز بلش السيرفر بلش ايش يبطئ هون كل اشي. طبعا مش بتعمل هيك، بتعمل هيك مباشرة. طبعا نشوف وين وصلت السرعة عنا، طلعت على 60 70 80 خلي 80. هسه رح ترجع، وعشان هسه النت في الفترة بصير وصل 100. حلو وصل 100، هسه بدي ارجع لوين؟ لمحله. بعد هيك فينش ريلود، طلع 300 وصل عندي هون. بديش ينزل بسرعة بسرعة، نزل السرعة نزل السرعة. هي بلش ينزل بلش ينزل بلش ينزل بلش ينزل، عشان هسه طبقته هاي فلتر ادمين ريلود. تمام بلش ينزل انزل انزل ال 40 رح ينزل عنا، شايف؟ هاي اللي بيلزمنا، انه يعني انا بيجي واحد داونلود بحط له نسبة من الداونلود. هاي نزل ما بقدر يطلع، بنزل بنزل هاد بنزل بنزل، لازم ينزل وصل عندي ل 40 تقريبا 10%. قديش بتقدر احنا 1 ميجا؟ بوصل ل 100 و ل 120 بس مسموح له. انت ما بالاخير بتلعب هون في النسبة، مش احنا استخدمنا النسبة هون. ايه طبعا تقدر تعدلها مانيوال. ايه اللي هي انا كيف اجيت هون على ترافيك شيبر مسجل. ايه في هون كيو بوينت تو بوينت، هاي معطيني النسبة بقدر العب فيها يعني مانيوال. نشوف اتأكد قديش صار عندك، قديش محمل. هاي حد 75 80 بدي اقيمها. وين بسرعة قبل ما يخلص تحميل، بدي اعمله مثلا 100%. سيف، شايف هاي بحب يعني الطريقة هاي بتبطئ الجهاز على الاخر. السيرفر طبعا راح يصير يتحمس، هون برجع راح يصير يطلع اطلع 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 بسرعة بسرعة. بس هون بديش انا يخلص تحميل، هاي راح يطلع اطلع اطلع اطلع. قديش ضايل هذا؟ احنا لو نزل جربناه نوقف شوي نجرب هذا. اول شي بدي اوقف ال عملنا 100%، بدي اشوف هذا 100% لما استخدم هون. طبعا تقدر تجربوه بس انا حبيت اتأكد يعني عشان اكد الموضوع كم راح يصير. بدي احطه مثلا 1% عشان نتأكد 100% انه الحكي صحيح. طبعا ما بدي اخذ وقت كتير زيادة على ما هو انا بعتمد برضه على سرعة الانترنت اللي عندي حاليا. انا في عندي مشكلة في الانترنت بطيء، بدي اخليه مثلا هذا ساي بطلع، خلي بقول بوصل 70، دخلي مثلا اي بوينت كيو. طبعا في عندنا هون تورنت بلان بحطون، احنا حاطينه 10، احنا عدلنا في الوان صح، وعلى التنتين بتأثر. طب هون بدي اعمله 100%، اشوف قديش يتغير. انت بدك تشوف يعني انت لاحظت وشفتوا كيف انه بتأثر لما انا اتغير هون، بس عشان انه انا بدك تكون انت قايسها في فترة ما يكونش حدا شغال عندك على الانترنت عشان تفحص بالضبط. تتأكد اول شي التورنت اللي عندك تيجي تفحصه التورنت سريع ولا لا. طبعا هذا بجوز يكون نفسه بطيء. طبعا هون ريلود تقدر تعمل شغلات ريال تايم، شغلات تقرا تقرا. طبعا احنا هاي راح اشرحها بالتفصيل ان شاء الله، بس مش هذا الفيديو، راح اشرحها في المستقبل. انا افضل تحذف هذا الموضوع، ما بيلزمني نهائيا يعني. لاير دائما كل ما طلعت في اللاير في التحكم عندك في اللاير كل ما كانت مشكله اكبر على السيرفر، بصير ضغط كبير على السيرفر لانه بدي يفحص الباكت دي فلتر وكل كل الترافيك بدي يفحصها من اولها لاخرها، يعرف لاي برنامج ويعرف مين باعتها وكيف وين رايحه. فهاي غلبه غلبه كثير ومرهقه للسيرفر، بصير ضغط عالي عندك على السيرفر. تمام خلاص وقف لي انا. هاي اللير 7 تقدر تعمل انت ستيم فيديو، طبعا بدك تراقبه انت، بدك تعمل قبل ما تعمل اي شيء تطبقه على الناس راح تراقبه. طبعا ملاحظين هون انه معمول له ابديت صح. انا عملت فيديو كنت بجرب في شغله وعملت له ابديت قبل ما يعني قبل ما اسجل هذا الفيديو. هسه بدي اقطع وادخلكم الفيديو اللي تبع الابديت صح اللي هي النسخة، وبضل يحكي له هون ابديت ستاتس مش قادر يعمل ابديت. ليش؟ لانه في عندك حظر. تيجي مثلا احنا نروح على
فريم وير، بقول لك انيبل فريم ابلود. طبعا هو ايش تو بي ابلود؟ هو ممنوع يعني. طلع شايف كيف ستارت والروبوت اوتوماتيك بيشرح لك شو بده يصير. انيبل تقدر تختار ملف، تقدر تعمل ايش ابجريد يعني مانيوال. طيب بدنا اوتو، في عندك اوتو هون. طب ابديت ستاتس طبعا ديفولت بيجي بيحطي ايش النوعيه اللي عندك انت. احنا طبعا اخترنا في عندك هون ار سي سناب شوت، احنا بدنا هاي ابديت، وبعطيك انه هاي الابديت اعطاك هو لحاله، وبتكبس الا اوتو ابديت كذا انفاليد انسايد ايمج هاي ما تحطهاش. لا ديجيتال سيجنتشر يعني انا بقدر، واحد بيكون لاعب في الابديت بقدر انت تجيب مثلا ايمج بيكون واحد لاعب فيها ومعدل عليها، فممكن يعني يخترق السر عندك. فهاي الشغلات لا ما بيلزمنا، لازم يكون ديجيتال سيجنتشر لازم يكون موثوقه التحميل يعني من مصدر اللي هو نفس الشركه، بس انه ما مثلا انزله عن طريق التورنت او انزله من موقع ثاني، بدي اياه يكون متاكد 100%. طيب اوكي سيف، نرجع مثلا على الصفحه الرئيسيه ندعم الايبل ابديت افيلبل كليك تو فيو. ممتاز، بقول لك عندك انت النسخه هاي وبنعمل النسخه الثانيه، بنعمل اوتو ابديت. طبعا ببلش ينزل، هاي بحمل. طبعا انا بدي عبين ما يعمل تحديثات بدي اوقف دقيقه وبرجع. طبعا هون هاي خلصنا، هاي هسه هون طبعا حمل ابديت داونلود كومبليت. هسه شو بدي اعمل؟ انستول. هاي بقول لك هو الروبوت وانس اوبريشن از كومبليت. طبعا هو بيعمل هسه ابديت، اب هي ابجريد بروجريس بعمل، بعدها بدي اعيد التشغيل. تمام، طبعا هي ضروري تعملها قبل ما ننزل اي باكج، لانه اذا نزلنا ممكن يصير تعارض، فضروري انه نعمل ابجريد. طبعا الوقت برودكاست مسج من مراتهم بده وقت شوية قبل ما يخلص. طبعا بدي احكي لكم هون مثلا اذا احنا رحنا في عنا هيلب هون، اذا انت تفوت مثلا على الدوكيومنتيشن بعطيك على الموقع مثلا في عندك اباوت ذس بج داتابيس، بتقدر انت تطور دوكيومنتيشن ديفلوبمنت ويكي يعني اللي بده يطور الفري بيد بتقدر تدفع مصاري ويعطوك. بي اف سينس بوك، في عندك هون بي اف سينس بوك مثلا. اول شي خلينا نفوت على هاي احنا الدوكيومنتيشن، هاي هي نفس اللي فتحناها، وفي عندك البوك بيد هون بمصاري بتقدر انت يعني يتصلوا معك بمصاري. في بوك هذا كتاب رائع جدا هو اسمه بي اف سينس ديفينيشن طبعا جايد. طبعا هذا الكتاب بعطيك مثلا انترودكشن الفيتشر تبعته الهاردوير يعني شغلات للمبتدئين يعني واول المتوسطين يعني، يعني اللي ما بعرف عن بي اف سينس او ما بعرف شيء عن الشبكات يفضل ينزل هذا الكتاب. هذا الكتاب رائع جدا يعني هيك بس طلعت عليه، ولكن هو معظمه حكي تقدر تكتب اسمه وتكتب تورنت بس. طبعا هو مصاري بس انت بتكتب تورنت بتلاقيه هي موجود، تقدر تنزله وتنزله تورنت هي الكتاب. طبعا انا نزلته طلعت عليه اورجيكم اياه قبل ما يعيد تشغيل. هي بعيد تشغيل هيو، لا مش هذا، مش هذا الكتاب، هي هذا الكتاب شايفين. طبعا في عندك هي التابل اوف كونتاكت، في شغلات كثيره اذا بتلاحظ بيجي بعطيك بشرح لك. طبعا كل معظمه كلام يعني في شرح ولكن طويل شوي كتاب يعني طلع بيشرح لك توبولوجي مثلا انترودكشن شو البي اف سينس شو البي مثلا شغلات يعني معظمه كلام بس بشرح لك يعني تقسيمات الاي بي اللي ما بعرف الاي بيات مثلا اندرستاند كذا، هاي يعني البيسك. هون الاي بيعطيك كيف تقسم يعني ما بعرف ايش بالشبكات، شو عندي شو معنى وان شو معنى اوبتيك شو معنى هاردوير مثلا كيف كومباتبل يو اس بي، بشرح لك عن التفاصيل تبعته. المينيمم هو مربوط مع السرعه، قديش انت السرعه تبعتك قديش انت الهاردوير تبعك. الفيتشرز بس اشوفه خلص ولا مخلصش هون. الراوتر خلص، هاي فات مباشر بيجي هون اوبتين يتحدث. طبعا ممتاز ممتاز. الان طبعا هون بعد ما عرفنا كيف يتحدث ننتقل عرفنا هون بروكسي. طبعا نفهم ايش معنى بروكسي، ليش يستخدموا الناس البروكسي. طبعا لاحظوا هاي يستخدموها كثير من الشركات اللي طبعا اتصال طبعا مزودين الانترنت. لاحظوا شغله وانتم كمان بجوز تلاحظوها،
هسه معظم المستخدمين هون لو كان عندك انت كشركة يوزر عندك 1000 مستخدم، المستخدمين اذا بتلاحظ كل اللي بيستخدموا حاليا مثلا بيفتح على مواقع، لاحظ انه بيفتحوا بتكرر طلبات معينة، تقريبا 60% من الترافيك تبع الانترنت مكرر. يعني معظم انت عندك 20 واحد كلهم كل يوم مثلا، كل واحد عنده فيسبوك كل يوم بيفتح الفيسبوك على الاقل شيء 10 مرات. تخيل انت لما تفتح 10 مرات على الفيسبوك، هي فيسبوك مثلا، لما تفتح الفيسبوك بيطلع لك هاي الصفحة، هاي الصفحة طلع هاي صورة وهاي مثلا كلمات وهاي كلها مثلا، هاي خلينا نقول هاي 0.5 ميجا. تخيل لما تفتح انت كل مرة بدك تفتح هاي الصفحة 20 مرة عندك 20 ميجا نزلتهم، يعني بيلزموش تقدر انت تختصرهم في 0.5 ميجا بس. كل واحد بصير يطلب هاي الصفحة بتكون مخزن عندي عشان يخففوا الترافيك. يعني الترافيك اللي بيطلع عندك على الانترنت كتير كتير وكله نفسه. يعني الناس بتفتح على جوجل، على اليوتيوب، على اليوتيوب مثلا، على جوجل، هاي الصفحة لحالها لما تنزل هاي الصفحة، شايفين هاي الصفحة كلها صور. طب ما كل الناس تفتح نفس الصفحة وتنزل نفس الاشي، فاللهم صل على محمد. فبنعمل اشي اسمه بروكسي. بروكسي اول ما عملوه الناس هون بتحطه، هذا مثلا جهاز بربطك بفصل بين الانترنت وبين الشركة الداخلية. شو بعمل بروكسي؟ هدفه الاساسي كان يعمل كاش. شو يعني كاش؟ يعني كل موقع مثلا هذا بطلب جوجل، يرسل هون بخزن جوجل اول صفحة بنزلها هون ببعتها، رد هذا الثاني بعد جوجل بروحش على جوجل عندي بفحص انه في عندي نسخة مسجلة لسه ما نزلتهاش، ما صليش دقيقة منزلها، فبرسلها له. تمام؟ وكذلك الامر هيك فبخزن. طبعا الناس استخدموه ليش؟ اول ما استخدموه كان الكاش للتسريع الانترنت، انه بدل ما يروح على الانترنت وينزل الصفحة مباشرة من هون، فبكون سريع جدا، اسرع من العادي. ثاني شغلة، في عندي شغلة اول شيء تخفيف بالباندويث، ثاني شغلة بقدر انا اعمل حظر. كيف يعني؟ هذا طلب جوجل، انا بقول لعمي جوجل طبعا هو راح يضرب. ليش؟ كل الاجهزه هون بتكون بتطلب اول شيء من الايش، من البروكسي، فانا بفصل الشبكه عن هاي، فبضطر هو بيروح على البروكسي بعديها بروح على الانترنت بيفحص اول شيء هل البروكسي عندك، فهو اول طريقه بروح على البروكسي. اذا راح على البروكسي فحص قال له والله مش عند الصفحه بودي على الانترنت، بس انا هاي الصفحه انا محظوره طوال بعت له ايش، بدل ما يروح يطلب الطلب بقول له لا محظور ممنوع تفوت عليها. طبعا نجرب هسه نعمل الشغلتين. اول شيء بنعمل البروكسي على السريع. البروكسي طبعا هو عباره عن باكج. هون مثلا نيجي اول شيء الادفانس فريم وير هون انيبل عشان نتاكد ان اوتو ابديت يو ار لاست اوبتين، لازم يعطين انه لاست. ممتاز لاست فيرجن. طبعا هون عندنا نروح على الباكج حاليا. طبعا هون في عنا available package، احنا ندور على بروكسي. طبعا في عنا عدة انواع من البروكسي، اشهر واحد هو سكويد. طبعا في عندك هون سكويد، في عندك سكويد 3، في عندك سكويد ريديب، في عندك سكويد جايد جارد. في عنا سكويد طبعا هون اهم شيء انها ستيبل. في عندك هون بيتا، البيتا طبعا بكون في بعض المشاكل فيها، ولكن السكويد 3 بكون افضل من سكويد. ولكن احنا طبعا راح نستخدم، تقدر انت تستخدم هذا، ولكن انا راح استخدم الستيبل بكون افضل. يعني في الستيبل ما بيكون فيه مشاكل، بكون مجرب، هذا بكون فيه بعض المشاكل عادة او بكون يعني لسه تحت التجربة. فبنكبس هون، طبعا ببلش ينزل. طبعا ما لازم نغير هاي الصفحة زي ما عرفنا انه هاي الصفحة خليك هيك انت بتستنى قبل ما ينزل. برجع لكم بس خلص تنزيل. هاي هيك تقريبا عنا خلص. الان بنقدر نحمل نفتح هون مثلا على الباكج نتاكد انه انستول. هي بتلاقي انت عندك هون انه انستول. طيب بنروح على السيرفيس، بنلاقي عندنا هون في عندك بروكسي سيرفر. طبعا هاي الواجهه الرئيسيه للسيرفر. طبعا للبروكسي طبعا اول شيء البروكسي هون نحطه على اللان. بحكي لك خيار الاو يوزر اون انترفيس، يعني هاي بتعمل زي فاير وول، بتعمل رول للفاير وول انه البروكسي طبعا ما مسموح لاي واحد يفوت فيه. فهو لما تكبس هاي الكبسة انت بتسمح لكل الموجودين على الانترفيس انهم اللان انهم يستخدموا البروكسي. ترانسبيرنت بروكسي، يعني انه مباشرة اي ريكوست بتكون اي اتش تي تي بي، يعني اي واحد يفتح انترنت مباشر يروح على البروكسي بدون ما يشعر، حتى اليوزر. يعني عادة انت بتلاحظوا في بعض المرات بدك تيجي انت هون على الانترنت وبتعمل على الكونكشن، بتروح على اللان هون بدك تحط البروكسي الادرس والبروكسي وكذا،
فانت لما تعمل هاي الخطوة انه خلاص مباشرة اي موقع بفوت، اي واحد بيستخدم الانترنت او بفوت على HTTP مباشرة بيستخدم البروكسي بدون ما يشعر حتى، وبيلزمش اعدادات طبعا الاجهزة اللي بدها تشتغل عليه. باي باس برايفت ادرس، يعني انت هاي ما بنستخدمها حاليا لانه احنا فعليا على اللان مش على الالوان. لو كنا على الوان لازم نكبس هذا الخيار لانه بيمنع اي برايفت ادرس اللي هو ببلش 192 او 172. هاي ما بلزمنا ما بلزمنا. لوج، اذا بدك تعمل انت لوج، اللوج مهم جدا عشان تفحص انت مثلا المواقع اللي بتنفتح. بتعمل انيبل هون الملف وين بتخزن، كم بدك يوم يتخزن. طبعا كل ما زدت هاي المدة كم يوم، طبعا كل ما زدت هاي المدة بتحتاج الى بتستهلك من الهارد ديسك، فيفضل يعني تخليها قليلة جدا، يعني تكون لو 7 مثلا حسب الهارد ديسك اللي عندك. هذا ما بنغيره، ما بنغيره. هون ال فيزيبل هوست نيم، يعني انت بتكتب مثلا الايميل، مثلا فتحت صفحة مثلا البروكسي كان فتح صار في مشكلة، فبتظهر اسم السيرفر وبظهر الايميل عشان يراسلوك اذا كان في اي مشكلة. اللانجوج انجلش، هون بحكي لك انه طبعا هاي بنخليها نفس ما هي. عندك الريكوست وايت سبيس، وايت سبيس كاركترستيك، يعني مثلا انا لو اكتب هون مثلا www.youtube مثلا اعمل فراغ، شو يعمل فيها هاي الوايت سبيس؟ في هون بحكي لك انه اول شيء ستريب، يعني قصها ودخلها كانه يوتيوب، كانه بيعملها هيك. وفي الخيار طبعا احنا ما بنغيره، في دنا يعني برفضه، يعني لو واحد اجى كتب هيك وكتب انتر برفض لي اياه، وكتب انتر برفض هذا الريكوست. طبعا احنا نخليها نفس ما هي، هاي احسن شيء. هون اذا بدك تنقل السيرفر بيلزم تقدر تحط اللي بدك اياه. هاي الصفحة الأولى، طبعا كل صفحة تعامل تعامل واحدة بواحدة، يعني مثلا لازم تكتب سيف، إذا ما كبست سيف وانتقلت على جهة تانية بحفظهاش. تمام، سيف هيك. احنا بهمنا الكاش هون بهمنا الفلتر. طبعا أول شي نعمل الكاش، بحكي لك الهارد ديسك كاش سايز، قديش بنستخدم من الهارد ديسك، مثلا 1 جيجا. هون النظام اللي بخزن فيه الملفات اي واحد بس، خلص خلي على الديفولت دايما اي يو اف اس. الميموري كاش سايز قديش يستهد، يعني هون اول شيء قبلها الهارد ديسك كاش لوكيشن، يعني وين اخزن الهارد ديسك، وين اخزن الملفات او المواقع المحفوظه اللي هي في البار سكويد كاش. عندك الميموري سايز يعني الرام، كم يخزن في الرام، لانه انت لما تخزن في الرام بكون الاسترجاع اسرع. فلما يجي واحد مثلا يفتح الموقع، مثلا انا فتحت على جوجل، بيخزن لي وين في الرام، بخزنه في الهارد ديسك. طبعا لما اجي اطلبه بطلب من الهارد من الرام بكون اسرع بكثير مما اطلبه من الهارد ديسك. طبعا هو بيعطيك انه لازم اكثر شيء 50% من الرام اللي عندك. طبعا انا عندي 256 بفترض اخذها 100، يعني مش ضروري يعني انك تكون محدد. خلاص انت كل ما كان اكبر كل ما كان احسن. المينيمم اوبجكت سايز، طبعا المهم اوبجكت سايز، يعني مثلا انا بفتح هذا الموقع، هاي صورة مثلا، هذا اوبجكت بسموه، هاي اوبجكت هون مثلا، هاي رسم اوبجكت، وبحكي لك قديش اقل اوبجكت سايز، خلص بنعتبره صفر، يعني كل الصور او كل الكلمات كل فيش الى حد خزنها. اكبر اوبجكت سايز بدنا اياه 1 ميجا. يعني مثلا لو فتحت موقع فيه صور، في صورة مثلا واحد حجمها 512 بخزنها، في صورة حجمها 2 ميجا ما بخزنها. تمام، واضح الموضوع. ماكسيمم اوبجكت ان سايز نفس الشيء، هون بخزنها في الهارد ديسك، هون في الرام. انا هون حاط مثلا 10 جيجا، هون حط لي 10 جيجا. مثلا انا هسوي نزل ملف 10 هون 10 ميجا، لو نزل ملف مثلا 5 ميجا بسيب لي اياه في الرام. هون ريبليس بوليسي، اللي هي طبعا احنا الكاش عندنا ما بنحذف، يعني خلص بضله دائم، ولكن في طرق. مثلا اذا انت عندي الهارد، اذا انت عندي الكاش مثلا شو اعمل؟ ففي عندك هون تقدر تقرأهم كتير، في شغلات يعني في 3 4 أنواع. طبعا تختار أي واحد، مثلا أنا مش يعني إشي مهم، يعني last reset used مثلا هذا عشان بدنا إياه بلزمنا. وأنت لو استخدمت هذا نفس الشيء، هو بيعتمد على الأوبجكت هيت ريت. الهيت ريت شو معناها؟ يعني مثلا أنا الهيت ريت هو يعني عدد عدد الطلبات اللي بطلبها وعدد الطلبات الموجودة. مثلا أنا بطلب مثلا 100 طلب، أنا بفتح 100 صفحة، كم صفحة وجدهم في البروكسي مثلا؟ كل ما زاد عدد اللي وجدهم في البروكسي بزيد عدد الريت. مثلا انا بدي اطلب مثلا، دائما هي بتكون اقل من 100%. طبعا وانت بتكون 100%، اذا مثلا بتفتح 10 مواقع وكل 10 مواقع موجودين وين؟ في البروكسي سيرفر. في هاي الحالة اذا كانت هيت ريت معناها 1 أو 100%، معناها انا لم استخدم الانترنت نهائيا، يعني كل المواقع مخزنة وين؟ في البروكسي. فهو في عنده استراتيجية هون انه بيشوف اكثر مواقع تم طلبها وبخزنها وين؟
في البروكسي عشان يزيد الهيت ريت اللي هو معدل الطلبات. هون بقول لك انه خلص نختار هذا، مثلا انت بتقدر تختار خالص اي واحد فيهم، بتشوف انت كيف الوضع عندك. مثلا هاد كاش ريبليسمنت خلينا هذا، بتقدر انت تغير اللي بدك اياه. هون ما بنغير اشي، هون انيبل مود ما بيلزمني، هذا معناه انيبل مود يعني مثلا انا الانترنت عندي فاصل، واجي طلبت جوجل، جوجل مخزنة في البروكسي تمام. هسا هو بيحكي لك اذا انا كنت عامل انيبل لهاي، فانا بفتح جوجل بيفتح معي مع انه فيش انترنت، بس هاي بتسبب مشكلة لليوزر يعني او المستخدم. بيجي بيفتح مثلا جوجل، بيفتح معه، بيفتح مثلا ياهو، ياهو مش مخزن في السيرفر فما بيفتح معه، فبطل يميز انه في نت ولا فيش نت، فكر المشكلة يعني عامة. فلا افضل هذا هيك تمام، ما بصير انتقل لاي جهة تانية الا بعمل سيف. لحظة في عندنا مشكلة هون، دقيقة بكل تابعة. كانت عندنا مشكلة، سيرفس انه احنا طولنا. طب هاي سيبنا، هاي سيبت، خلينا هون، هون تمام تمام هون بدنا نشيلها، سيف تمام سيف. في عنا الاكسس كنترول، طبعا هون مثلا انا فش احنا كبسنا هون لما كبسنا انه الا وخلص، يعني انا فعليا سمحت لكل اليوزر. انا مثلا بدي اسمح حسب نت معينه، بدي امنع اي بي مثلا من رينج معين، بقدر امنع اي بي مثلا واحد، بكتب رقم هون. بقدر برضه هون امنع اي بي، وايت ليست مثلا احط مواقع اللي بدي اسمحها، بلاك ليست مثلا انا بدي امنع مايكروسوفت، اي موقع بتكتبه هون بمنعه. طبعا انا منعت مايكروسوفت، بورجيكم هسه ان شاء الله بنختبره هذا الحكي. طبعا بتقدر احنا كيف نمنع اصلا مواقع، بنجيب بقائمة كاملة هسه حوالين راح ننزلها ان شاء الله عشان نمنع المواقع اللي تكون جاهزة. هون مثلا اكسس ليست بورتس، طبعا هو احنا بنشتغل عادة 443 اللي هي ال HTTPS و80، طبعا هو بقول لك انه هدول كلهم مسموحين، فخلص ما بنعدل اشي. هون بنكتب سيف. هاي اهم 4 خيارات. هون ترافيك مانجمنت تقدر انت تعمل شغلات كثيرة، قديش اكبر ملف واصغر ملف انزله. مثلا انا بدي انزل، بدي امنع الواحد ينزل لي اكثر من 1 جيجا، مثلا بدي انزل ايزو مثلا لعبة، اذا 1 جيجا مثلا بكتب هون 1 جيجا ما بنزلها خلص. طبعا خلص خل ما تتدخل في هالشغلات، هاي بتقدر انت تمنعها تاني. هون طبعا اذا انك انت ترانسبيرنت بروكسي مود، فهو ما في اوثنتيكيشن، لانه انت فعليا مفيش اشي بدك تعمله على الكمبيوتر. هيك تمام احنا جاهزين. هسه نختبر البروكسي، كيف نختبره؟ نجي نفتح مثلا على هذا، احنا طبعا منعنا المايكروسوفت، نتأكد مايكروسوفت انها منعت ولا لا. هاي تمام، اكسس ديناي معناها ايش؟ المايكروسوفت ممنوعة تمام. بس هيك بنعمل تجربة بسيطة. في عنا هون مثلا شغلات بنقدر نضيف احنا، ال انترفيس استاتيك بيجي هون عنا بورجينا مثلا احنا الان والاوت، بتلاحظ انت الوان قد كم متطلب منها واللان. طبعا هدول الرقمين لازم يكونوا متساويات اذا كنا احنا بنفتح انترنت بدون بروكسي، بينما اذا بروكسي بصير اللان يعني احنا بنصير فعليا نطلب من السيرفر ونطلب من الانترنت، فلازم اللان يكون اكثر من الوان. هاي ممكن نعمل عليها تجارب، هسه بدي اعمل حاليا كم تجربه عشان اتاكد انه بخزن المواقع اللي بنفتحها. بس بدنا نصفر هاي العداد، بدي اضطر اعيد تشغيل السيرفر. نيجي هون على دايجونستيك، وبنيجي على روبوت، يس بعمل ايش؟ اعاده تشغيل. طبعا هي احنا عملنا هون روبوت، اتاكد تمام. هي عندنا تقريبا 2 ميجا 2 ميجا نفس الرقم. هسا نتأكد من هذا الموضوع، بدنا بس اهم شيء انه نشوف السيرفيس عنا، سيرفيس ستيتس تمام. ظهرت عنا انه هي الدي اتش سي بي حكينا عنها، والدي ان اس شغال، والسكويد شغال تمام. بدنا نلاحظ هاي الشغلة بس هيك. بدنا نشوف نختبر اكم من شغلة، نشوف هذا الرقم متغير ولا لا. احنا خلينا نركز على هدول الرقمين اهم شيء، هذا الرقم وهذا الرقم. طيب مثلا انا بدي افتح هذا الموقع اكثر من مره، نشوف كيف احنا التغيرات. ما
بدي افتح اليوتيوب. تمام. هاي كمان هذا الموقع نريد نفتحه كمان مرة. افتح 4 5 6 مرات. ونيجي ننزل مثلا ملف، ننزله مثلا 2 أو 3 مرات نشوف بيشتغل معنا ولا ما بيشتغل. طبعا هذا بيعتمد على انه سكويد اللي عندنا. هو الأصل يكون دائما انا مثلا انزل ملفين نفس الملف 2 مرات، انه اول مرة ينزله من الانترنت، ثاني مرة مو ينزله، او موقع مثلا ينزله من وين، من ال من البروكسي مثلا. هي دي سيف انا مثلا، وحاليا بنزل من وين، من ال تمام. بدي ارد انزله كمان مرة، وعادة مرات بزبط مرات ما بزبط، نشوف كيف. ما ضبط، بتلاحظ انه قاعد بنزل من الانترنت كله، ما بستخدم البروكسي. يعني الاصل انه يستخدم البروكسي. طبعا هاي تعتمد على مين، احنا شايفين نفس الرقم، هذا غلط الحكي. تعتمد على السكويد نفسه. مثلا انت في الخيارات اللي عندك هون ممكن احنا نغير عشان نتأكد، اللي هي سيرفيس بروكسي سيرفيس. احنا عملنا الكاش هون بس نتأكد انه الكاش احنا شغال. مثلا نغير هاي، نغير نظام الملفات مثلا. اسينكروس تقدر تغير، تجرب انت انو افضل نظام. يعني ممكن انت يشتغل السيرفر معك مظبوط. هيك بنوقفها ونرد نشغله، نوقف سكويد. الاصل هون كل ما تنزل ملف يكون من هون ينزلوا، من اللان ما ينزلوا من الوان. تمام، نرد نشغل السيرفس. تمام اشتغلت، نريد نتأكد بس هيك على السريع اذا اشتغل اشتغل، ما اشتغل عادة بيكون. احنا في الاخر ما بهمنا يعني كتير، انا اصلا ما نزلته عشان هون 22. طيب نشوف هيك، ارد احفظ كمان مرة، افتح كمان مرة نشوف كيف. 25، نلاحظ الزيادة هون مش لازم تكون نفس هون تقريبا. هون زاد 2 تقريبا. نجرب بس انزل ملف، هذا الملف اذا ضبط. انا اصلا نزلته للبروكسي، يعني ما بهتم كتير بالبروكسي، اكتر ما بهتم انه فلترة مواقع. بس هو الاصل البروكسي انه يعني ملفات. طبعا تلاحظين لاحظت هون انه الزيادة كانت فرق، فيه فرق هون تقريبا كانت اقل. نشوف نزل هذا الملف، يعني انت كانت الفرق اعتقد 2 ميجا، هسه صار تقريبا 5 ميجا. طيب هذا لانه اول مرة، بتلاحظ انت نفس الاشي. بنزل هون مثلا، هون بنزل، طبعا هذا بنزل من الانترنت ما بنزله لانه اول مرة ملف بنزله. تمام نرد ننزله اشوف. الفرق بيناتهم 6 ميجا. هي زادت الفرق، نشوف هيك. هي انت بقدر تجرب برضه في البوليسي، بتشوف الانواع مثلا. هاي هون برضه ما تغير كتير يعني. ستة ميجا لسات الفرق نفس ما هو. جوز هون لما نفتح موقع مثلا معين بتلاقي هون مثلا بزيد 6 ميجا. ها شايفين هون سحب هون تقريبا 4 ميجا، هون سحب 2 ميجا، فهذا فرق يعني منيح.
يعني اذا ملاحظين 50 ميجا هون سحبنا، هون سحبنا تقريبا، نشوف هيك فارق ممتاز. يعني اذا بتلاحظ انه احنا سحبنا الانترنت تقريبا 50 ميجا، قديش سحب يعني استخدمنا من استخدمنا 50 ميجا، بينما سحبنا الانترنت 40 ميجا، يعني تقريبا من كل 100 ميجا احنا فعليا بنوفر منهم 20 ميجا. طبعا هذا على المستوى البعيد بيكون احسن. طبعا احنا بنقدر نلعب في البوليسي هون ونغير هاي الاعدادات لنوصل لافضل قيمة. يعني احنا بنقدر نغير في هاي في الكاش، في نوعية الملفات مثلا، والكمية وكبر الملف، وهاي البوليسي نلعب فيها بحيث يكون افضل ما يمكن. تمام، راح ان شاء الله نشرح لكم اللي هو فلتر المواقع، لكن بدي اعمله ان شاء الله في فيديو اخر. يعطيكم العافية، انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله.